اهلا، فيديو اليوم حيكون 10 حقائق عني او 10 اشياء ما تعرفونش عني. فنتمنى تشوفوا الفيديو وان شاء الله يعجبكم تعرفوا علي اكثر. اول شيء انا من طرابلس بس عايشه في درنا، فاشتهيت كذا في درنا، فكلهم يقولوا ثلاث بلدان فقط، وهن مصر مرة واحدة وتونس مرتين وحاليا تركيا. ما كنتش نحب اللغة الإنجليزية أبدا لما تخصصتها في الثانوية، هي ما يقارب 3 سنوات نسمع في أغاني سبيستون كل يوم. او ماي جاد، مش قادره اشوف. لما دخلت المدرسه كان عمري 3 سنين و10 شهور في طرابلس، بس بعدين لما جيت لدارنا ما كانش مسموح للسن هذا انه هو يدخل المدرسه، فعودوني سنه اولى. عندي فوبيا من اصوات الطيران، القرطاسيات واجد، وعندي هوس كبير كبير، احساس غريب لما نكون فين بكي احس ان بناخذ كل شيء. اتذكر اول مره فتحت فيها فيسبوك كان في 2009، كان عمري ما يقارب تقريبا 13 سنة، مش متذكره، بس كنت نذكر ان كنت نحس فيه معقد وغريب وشايفه ما عرفتش اتحكم فيه. وهذاك الوقت اعتقد ان كان لازم يكون عمرك 18 سنة عشان تقدر تسجل، فانا كنت سني صغيرة، فدرت نذكر درت روحي عمري 20 سنة، مش عارفة كيف درت ان عندي بنت عمرها 18 سنة. موضوع غريب شوية، المهم حلو من الاشياء اللي غريبة اللي درت في حياتي.